السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع فيديو جديد في قناة أوزي كروشيه. النهاردة إن شاء الله زي ما أنتوا شايفين الدايرة اللي قدامكم دي هنشتغل الفيديو ده، هنطلع بباقي الجسم بتاع البوكس. يعني هي الدايرة دي كانت تنفع طبعا زي ما احنا قلنا الشنطة أو البوكس، فاحنا النهاردة هنبدأ بس أول شغل عليها هيكون لبوكس بغرزة بسيطة، بس عشان نعرف لما نبتدي إن احنا نطلع شغل على الدايرة دي هيكون ازاي. يعني احنا اشتغلنا المرة اللي فاتت، انا هفرقه بس الدايرة اللي احنا اشتغلناها. احنا طبعا بنشتغل الدايرة دي بكذا طريقة، اهو التزايد اللي هو اول فيديو عملناه لتزايد الدايرة كان التزايد اللي هو مش في كل سطر، ده طبعا اول فيديو انا هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف للي حابب يشوف الطريقة دي. وكمان اشتغلت الدايرة معاكم بطريقة تانية مختلفة شوية في طريقة توزيع التزايد، يعني انا عملت التزايد هنا مش في كل سطر، عملت سطر وسطر، ولكن عملت التزايد هنا في كل سطور بتاعة الدايرة وطلع معايا الشكل بنفس النظام تقريبا، نفس التوزيع بتاعة الغرز اهي، لكن هو التزايد بس اللي ما كانش منتظم او هنا ما كانش في كل سطر. يعني التزايد بين الدايرة دي والدايرة دي الاختلاف الوحيد ان طريقة التزايد ما كانتش واحدة، وكمان عدد غرز البداية كان مختلف. انا كنت بادئة هنا بخمس غرز وكنت بادئة هنا بستة. تمام كده، انا هحط لكم طبعا لينك الفيديوهين اللي احنا عملناهم لطريقة عمل الدايرة في صندوق الوصف للي حابب ان هو يشتغل الدايرة بنفس الطريقتين، طريقة من الطريقتين اللي احنا اشتغلناهم يعني. وكمان لما خلصت الدايرة في الفيديو انا فصلت الخيط معاكم زي ما انتم شايفين كده، بس ما قصتوش خالص طبعا، نظفته تنظيفة بسيطة كده ونظفت الدايرة بتاعت الدايرة السحرية هنا. الخيط ده ممكن نداريه كده بين الغرز ونقصه عادي ما فيهوش اي مشكلة، لكن الخيط ده اللي مش هداريه مجرد ان انا هوريكم طبعا انا عملت دايرة، اهو انا عملت دايرة، احنا هنشيل بس الدوائر بتاعتنا على جنب كده. انا عملت دايرة اهي، دايرة تانية اصغر شوية. طبعا انت بتحددي مقاس البوكس اللي انت عايزاه، واول ما بتوصلي للمقاس اللي انت حابة ان انت تعملي حجم البوكس عليه بتوقفي شغل على طول، ما بيكونش فيه يعني اي سطر وحسيتي ان انت قستي بالمزورة كده وصلتي لعدد السنتي اللي انت محتاجاه بتقومي موقفة شغل، وطبعا قافلة بالطريقة اللي احنا قلناها في الفيديو وقص الخيط. انا قصيت الخيط بالطريقة ودريته اهو بنفس الطريقة، لكن ما مشيتش بيه بين الغرز لسه هنضف ده كمان معاكم. انا اهو معايا ابرة التنظيف، مجرد ان احنا بس هننضف الخيط ده. اول حاجة هننضف الخيط اللي في النص، طبعا الخيط اللي معايا ده انا هوريكم الشلة اهو بعد ما فصلت الخيط، اهو الخيط المشجر اللي انا كنت شارياه، هو تعتبر الفتلة فتلة وسط، وانا بشتغلها بابرة مقاس اهي، ابرة مقاس 7 اهي. تمام كده، ومعايا كمان المقص اهو علشان انضف بيه الخيوط بتاعتي، وابرة التنظيف، ومعايا بقية الشلة علشان هكمل شغل منها. تمام كده، اهو معايا الابرة، هبدأ ان انا انضف بس اول حاجة الخيط اللي في النص ده، لان انا لو طلعت بجسم البوكس بعد كده مش هيكون الموضوع صعب ان انا مدي ايدي جوه البوكس والمكان بيكون ضيق، فاحنا اول باول الخيوط اللي تقابلنا واشتغلنا عليها هننضفها بالشكل ده اهو. خلاص هي مشيت كده شوية، نشيل الابرة كده وايه نقص الخيط علشان ما يكون الظهر من جوه او جوه البوكس يكون نظيف وما فيهوش اي مشكله. الدايره نظيفه من جوه جدا اهي، ما فيش اي مشكله فيها، وكمان الوش بتاعها اهو ما فيهوش اي مكان لقفلات ولا اي حاجه. الدايره دي انا اشتغلتها بطريقه الفيديو الاولاني اللي هو خمس غرز في النص، واشتغلت سطرين تزايد وبعدين سطر غرزه وغرزه، والسطر اللي بعد كده اشتغلته من غير تزايد خالص. فدي الطريقه اللي موجوده في الفيديو اللي هو اول فيديو عملناه للدايره بالكليب. تمام كده، هاجي بعد كده اول حاجه هعملها هجيب الخيط بتاعي وهجيب طرف الخيط اللي انا كنت قصاه. انا مجرد ان انا فصلته علشان اقفل بطريقه صح وما يكونش جوه الدايره في اي حاجه غلط، وكمان لما اجي اطلع من هنا ما يكونش في مكان، انا عايزه البوكس يكون منتظم جدا ما فيهوش مكان لاي قفلات، فلما اجي اطلع من المكان ده ما يكونش باين قوي ان دي مكان القفله، انا عايزه يكون الشكل منتظم جدا. تمام، انا هجيب الخيطين وجبت ابره وخيط لونهم قريب شويه، هو كده كده مش هيبان يعني، وهبدا ان انا اوصل الخيط بتاعي كده، احط الناحيتين على بعض كده اهو بالظهر، وهوصل الخيط بالشكل ده، مجرد يعني هسرجه بطريقه خفيفه كده
كده كده هي الدايره في الغرزه، ومجرد ان انا بشبك الجنبين ببعض بس علشان اكمل شغل بعد ما قفلت بالطريقه اللي انتوا شفتوها في الفيديو اللي فات. اهو هسرجها بسيط بس على الظهر علشان ما تبانش، اهو غرزه تثبيت كده بسيطه اهو، لون قريب بس علشان لو في الغرزه واسعه شويه وبان حاجه ما يكونش فيه اختلاف في الالوان. اهو تمام كده، اهو انا خيطتها اهو زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده بلفها على بعض بالشكل ده جوه بعض. هو كده كده خيط الكليم لافف على بعضه، فاحنا بنلفها بالشكل ده اهو. تمام، هي بقت كده، هي مفيش حاجه باينه فيها خالص. خلاص هنبدأ شغل بقى على الدايره. الخيط معايا زي ما انا قافلاه اهو زي ما انتوا شايفينه اهو. هاجي على نفس المكان او نفس الغرزه اللي انا قفلت فيها في حلقتين اهم، هدخل في الحلقه الخلفيه وهسحب الخيط كده زي منزلقه او غرزه عاديه، وبعد كده هقفلها اهي. دي اول غرزه، هاخد بس ايه غرزه عاديه كده زي ارتفاع او غرزه بسيطه، ومش هشتغل طبعا غيرها في المكان ده، لان انا لما اكمل الدور احنا هنقفل بطريقه القفله اللي احنا متعودين عليها، فكده كده دي هنعتبرها ان هي غرزه وهتبقى غرزه كامله ومش هتبان كمان ان شاء الله. خلاص انا هكمل شغل كل الدور ده اللي هو اول دور بس، هكمله في الحلقه الخلفيه طبعا زي ما احنا قلنا ما نشدش ايدينا. وهو خلاص الغرزه اللي انا كنت واصلاها اتدارت بين الغرز هنا ومش باين اي حاجه اهو، لا من جوه ولا من بره. تمام كده، هشتغل كل الغرز في الحلقه الخلفيه لاول سطر بس. الغرزه سوري ماشي، القاعده ماسكه نفسها معايا جدا وشكلها كويس ما فيهاش اي مشكله. انا بس حبيت اعمل الفيديو ده معاكم علشان اوريكم طريقه البدء في الشغل على القاعده دي، ان انت تطلعي بالشغل ازاي بعد ما قفلتي القاعده. لكن بعد كده الموضوع سهل، هي نفس الغرزه ما فيهاش اي حاجه جديده ولا فيها اي مشكله خالص، اهو مجرد ان انت بتشتغلي اول دور في الحلقه الخلفيه علشان يديكي الحرف ده اهو يبقى بارز كده، ويفصلك بين القعده وجسم البوكس فيديكي شكل كويس، ويبقى البوكس طالع منتظم مش طالع لامم على بعضه كده مثلا، او يطلع على بوزه يكون اضيق مثلا. فانا عشان كده بقولك حاولي ان انت ما تشديش ايديكي وانت شغاله في الغرزه دي علشان البوكس ما يطلعش لامم من فوق. يعني الفيديو ده ان شاء الله هي الحاجه الجديده اللي فيه طريقه الشغل على القعده البيضاوي، وكمان ازاي ان انت تقفلي اخر سطر بعد ما تشتغلي المنزلقه، وكمان نخلي ايدينا مرتاحه كمان علشان البوكس ما يلمش من فوق ويبقى طالع منتظم لحد الاخر. انا هشتغل السطر ده كله في الحلقه الخلفيه او بالشكل ده، وهرجع لكم علشان نقفل اول سطر مع بعض. انا وصلت كده لاخر غرزه في اول سطر اهو اللي هو سطر البدايه، دي اخر غرزه اهي، وهنقفل بنفس طريقة القفلة اللي احنا بنقفلها اللي احنا جربناها قبل كده مع الشغل القاعدة، علشان الغرز ما تبانش ان هي فيها سطر القفلة او يكون باين فيها خط كده شكله مش حلو. هاجي على اول حرف اهو الغرز اهي، هاجي على اول غرزة او راس اول غرزة حشو اللي هو حرف الفي ده، وهشيل الحلقة، انا شلت الابرة اهو، همسك الحلقة دي اهي وهدخلها هنا اهي، وهسحبها جوه الغرزه. خلاص كده السطر الاولاني اتقفل معايا من غير ما يبان فيه اي مكان لقفلات ولا اي حاجه خالص. اهي الغرزه الاولانيه اهي اللي انا اشتغلتها كانت ارتفاع، ما اشتغلتش حاجه في نفس المكان، وطلعت بجسم البوكس من غير اي تزايد خالص، ما تطلعيش باي تزايد خالص، وتريحي ايدك في الغرزه وانت شغاله علشان البوكس ما يلمش وبوزه يكون ضيق من فوق كده ويبقى شكله مش منتظم. تمام، الحلقه هي معايا على ايدي، هاجي على اول غرزه اللي انا كنت عاملاها ارتفاع وحسبتها غرزه كامله زي طريقه القعده بالظبط. هدخل في قلب الغرزه اهي حرف الفي اللي تحت، ماليش دعوه بالحلقات اللي فوق دي خالص، هاجي على حرف الفي اللي تحت ده اللي هو الغرزه نفسها في القلب كده، وهقوم داخله، ولازم تطلع من جوه، اوريكي اهو، لازم تطلع من جوه من هنا اهي نص الغرزه بالظبط. تمام، وهسحب الخيط بتاعي، امسك بقى لو انت حاسه ان الغرزه دي هتفلت منك او الحلقه دي هتفلت منك امسكيها، لو انت تمام هتعرفي تجيبيها مفيش مشاكل. اوكي تمام، هسحب الخيط اهو
تمام كده اهي الخيط طلع من نص الغرزة بالظبط، ومعايا الحلقة اللي ورا اهي هندخل فيها الإبرة كده وهسحب الخيط عادي جدا كأنها غرزة عادية كده. كونت أول غرزة معايا تمام، واللي بعدها برضو هشتغل بنفس الطريقة، وفوق كل غرزة هشتغل غرزة زيها وهريح ايدي شوية اهو. الغرزة اللي بعديها اهي نحاول ان احنا ندخل في نفس المكان اللي هو في نص الغرزة عشان كل الغرز تكون منتظمة واخدة شكل واحد تمام كده. طبعا ان شاء الله هيكون معانا شغل على القعدة دي لبوكسات، لان في ناس بتحب، انا واحدة من الناس بحب شغل البوكس جدا، البوكسات دي بحب شغلها قوي، بحب شكلها. فان شاء الله هيكون معانا اكتر من غرزة على نفس القاعدة دي، هيكون معانا غرز مختلفة لاشكال بوكسات مختلفة ان شاء الله هنعملها مع بعض كلها على القناة. انا هكمل السطر ده اهو بنفس الطريقة في قلب الغرزة، وهرجع عشان نقفله بالطريقة بتاعتنا مع بعض ونشوف الشكل هيوصل معانا لايه. رجعت لكم بعد ما كملت في البوكس حوالي 5 سطور اهم 5 سطور. ما حبيتش ان انا ارجع لكم بسرعه لان الفيديو يعتبر ما فيهوش حاجه صعبه، مجرد الشغل على القاعده اللي احنا اشتغلناها، القاعده الدائريه طريقه الشغل عليها، وطلعت بالسطور. الشغل على السطور كل واحد، ما فيش غرزه غريبه، احنا بنشتغل بنفس الغرزه علشان ده اول فيديو احنا هنتعلمه لطريقه الشغل على القاعده دي. ان شاء الله هيكون معانا غرز تانية كتير هيكون ليها فيديوهات بشرح تفصيلي، لكن احنا ما عملناش اي حاجة جديدة في الفيديو، احنا طلعنا بنفس الغرزة نفس طريقة القفلة كل مرة اهو. انا بقفل في المكان ده اهو، مش باين اي مكان لقفلات ولا اي حاجة تمام كده. شكل البوكس اهو ما لمش معايا من فوق، يعني الدايرة منتظمة طالعة بانتظام، مش ملمومة قوي. يمكن لو احنا اشتغلنا اخر سطر بس عليها اللي هو المنزلقة اللي انا هشتغله على حرف البوكس يخليه لم حاجة بسيطة جدا، وممكن كمان ان احنا نريح ايدينا في اللمة دي فما يلمش خالص تمام كده. احنا هنشوفه طبعا في الاخر هيكون شكله عامل ازاي. انا اشتغلت 5 سطور، ده السطر الخامس اهو طبعا زي ما احنا متعودين، او انا الخيط على الابره هو اوريكم بس طريقه القفله مره كمان، وباجي على الحلقه اللي قبليها دي اللي هي الراس بتاعه اول غرزه حشو انا اشتغلتها، وبدخل فيها الابره من ورا كده وبجيب الحلقه الشكل ده وبشد الخيط لجوه اهو. بحاول ان انا اظبط شكل الغرزه علشان يكون السطر كله متناسق مع بعضه اهو، اشدها كده تمام كده خلاص كده السطر اتقفل معايا بطريقه منتظمه اهو، والبوكس مش باين فيه اي قفلات. طبعا القفله بتاعه اخر سطر هتكون مختلفه شويه عن كده، زي بالظبط نفس طريقه القفله بتاعه القعده، ان احنا كل سطر بنقفل بنفس الطريقه دي، لكن اخر سطر طبعا لما فصلنا الخيط طريقه القفله اتغيرت شويه، حاجه بسيطه علشان المنظر كله من فوق يكون نفس المنظر تمام كده. انا قفلت السطر اهو وهدخل الابره هنا في اول غرزه اهو تمام كده، وهسحب الخيط بتاعي عشان اكمل شغل على البوكس، وهشد الحلقه دي كده بالشكل ده عشان يبقوا حلقتين على الابره اهو خلاص، وهشتغل اول غرزه تمام كده، ونحاول ان احنا نظبط. سوري معلش انا بصوا اهو انا نسيت غرزه، انا عماله اقول الشكل مختلف ليه. تمام انا هشتغل اخر غرزه، انا بوريكم يعني ان ممكن اي حد شغال ينسى غرزة مفيش اي مشكلة، دي اخر غرزة انا نسيتها وقفلت على طول اهو تمام، اي اخر غرزة اهي تمام، وهسحب الخيط وهنقفل بنفس الطريقة اهي، اول حرف V اخد معاه الحلقة دي اهو. انا كده قفلت والشكل منتظم جدا، مفيش اي مكان لاي قفلات خالص، البوكس شكله منتظم مفيهوش اي مشكلة تمام كده. انا هكمل بقى البوكس لحد الطول اللي انا حباه، وهرجع لكم تاني عشان نفصل الخيط مع بعض ونعمل سطر المنزلقه اللي هو هيكون ان شاء الله اخر حاجه. خلاص كده انا هكتفي بعدد السطور اللي انا اشتغلتها، انا اشتغلت 8 سطور، مش حابه طوله يكون اكتر من كده، انا بس بشتغله معاكم كعينه لطريقه الشغل على القاعده الدائريه اللي احنا اشتغلناها مع بعض اهي بنفس الغرزه. طبعا انت لو اشتغلتيه كمان، هو لو الشغل بخيط ساده كمان هتلاقي الغرزه ظاهره اكتر، لكن انا عشان عندي كميه بس من الخيط ده فحابه ان انا اشتغلها معاكم. هي كمان النقشه بسيطه جدا مش زياده. خلاص دي اخر غرزة اهو في السطر الثامن،
كل السطور بنفس الطريقه وبنفس طريقه القفل كمان. انا هقفل اهو السطر مع بعض عشان اوريكم الخطوه اللي جايه. احنا هنعمل سطر المنزلقه. سطر المنزلقه ده مهم جدا للشغل اللي احنا شغالينه ده، بيمسك الطرف بتاع البوكس زي ما انتم شايفين. هو كمان ملمش اهو، شكله من جوه نظيف جدا مفهوش اي حاجه، هو ملمش الحرف بتاعه ملمش من فوق، هو طالع معايا منتظم جدا اهو. انا مريحه ايدي شويه، مش شاده ايدي قوي، تمام. انا هسحب بس هقفل السطر. كمان مش هقفل السطر دلوقتي، يعني انا هوريكم عشان ده اخر سطر وهشتغل منزلقه بعد كده، مش هقفله بنفس الطريقه. انا هجيب البوكس وهجيب الخيط بتاعي. انا طبعا عشان اعمل منزلقه في الفيديو اللي قبل كده اللي انا عملت معاكم البوكس الدائري، انا فصلت الخيط ودريته وبعد كده وصلت خيط جديد للمنزلقه. لكن في طريقه كمان اسهل، ان انا ممكن اقيس عدد او اقيس المسافه اللي انا هشتغلها على المنزلقه واسحب الخيط بنفس الطريقه. احنا هنلف الخيط على البوكس بكذا لفه، هنقول مثلا 5 لفات تقريبا اهو عشان يدينا مقاس المنزلقه اهو. 1 2 كده مرتاح، تمام. هوريكم كويس اهو، بصوا يعني بصوا كده اهو. 1 2 3 اهو. طبعا لو طلعت حته زياده مش مشكله، تبقى حته صغيره. 4 اهو، ادي ايه 5. وهنفصل الخيط اهو كده، تمام. نبعد الشله وبعد كده بنفس الطريقه اللي احنا قفلنا بيها الدايره اخر مره هنسحب الخيط ده. طبعا هو مش هيكون طويل قوي عشان انا فاصلاه معاكم اهو، هنسحبه كده من الحلقه، تمام، علشان نقفل بنفس الطريقه اللي احنا متعودين عليها. وبابره مقاس اصغر شويه، انا معايا ابره ايه 4.5 تقريبا 5، الموجود صغير معاكي علشان تعرفي تسحبي الخيط من الحلقه اللي انا هوريها لك دلوقتي. خلاص احنا سحبناها اهو، اوريكي تاني اهو عشان الخيط معايا اهو. هنجيبه كده بالابره العاديه بتاعتنا تحت الحلقتين اهو، وهنسحب الخيط كله. طبعا انا فاصلاه فهيسحب معايا كله للاخر، تمام اهو. خلاص كده البوكس هيتقفل بالشكل ده، وهاجي من ورا في البوكس نفسه من ورا اهو زي ما احنا قفلنا في الدايرة بالظبط، اي الحلقة الصغيرة دي اهي، وهطلع من بين حرف الفي اللي هو الحلقتين اللي قبليهم الاتنين مع بعض اهم، وهسحب الخيط بتاعي لجوه البوكس، تمام كده خلاص كده البوكس اتقفل معايا زي ما انتوا شايفين بطريقه مش باينه خالص. طبعا هنشد الغرزه طبعا علشان ما يكونش شكلها مختلف عن الغرز اللي قبلها. زي ما انتوا شايفين اهو طريقه القفله من فوق ومن تحت ومن جوه كمان، مش باين اي حاجه خالص، تمام. بعد كده ما بعد بس الحاجه دي، بعد كده الخيط بتاعي اهو في ايدي اللي انا قصيته، هاجي من تحت الغرزه اللي جنبه اهو وهسحب الخيط كده، تمام. وهاجي على الغرزه اللي بعده وهقفل سوري، هعمل اول غرزه منزلقه عشان هشتغل على حرف البوكس كله بمنزلقه، تمام كده اهو. مش عايزين بس الغرزه تكون لفه اهو، تمام اهي الحلقتين اهو، واسحب منزلقه. احاول برضو وانا شغاله المنزلقه ان انا ما اشدش ايدي قوي، لان لو شديت ايدي هلاقي حرف البوكس لم كده وبقى شكله مش حلو. انا عايزاه يبقى مفرود كده وشكله منتظم. هاجي على الغرزه اللي بعدها وهشتغل برضو منزلقه، تمام. انا هشتغل السطر ده كله منزلقه للاخر اهو، تمام. ونرجع تاني علشان نقفل البوكس كله نهائي مع بعض، هتكون اخر خطوه الخطوه اللي جايه ان شاء الله. دي اخر غرزه منزلقه هشتغلها اهي، تمام كده. هتقابلني بعد كده اللي هي المكان اللي انا طلعت منه بالخيط عشان اشتغل اول غرزه منزلقه. انا طبعا اهو الخيط الحته اللي اتبقت بعد ما لفيت ال5 لفات اهي، يعني ما تجيش لفه لو انا هقفل وهبقي حته مش هتيجي لفه، يعني فعلا لو انا لفيت 5 لفات بيكون فعلا المقاس مظبوط. هسحب الخيط، تمام،
اهو، ومعايا بقى ابرة التنظيف بتاعتي علشان اقفل الخيط بطريقة صح. تمام كده، هاجي على اول غرزة منزلقة انا اشتغلتها اهي اللي طلعت بالخيط من جوه. طبعا جوه الدنيا نظيفة زي الفل، مفيش اي مشكلة خالص اهو. تمام، هدخل تحت الخيطين مع بعض كده اهو. تمام، ادي دي اول قفلة اهي، وهاجي على الحلقة اللي قبلها او حرف الفي اللي قبلها ده، وهدخل في النص كده. يعني مش هدخل في النص واطلع كده، لا انا هدخل في النص لحد جوه البوكس نفسه علشان ادخل الخيط لجوه علشان اعرف ادري. تمام كده اهو، تمام كده الشكل اهو مش مختلف خالص. احاول ان انا اشدها عشان تاخد نفس المنظر. تمام كده اهو، كل الغرز شبه بعض. باجي من جوه البوكس نفسه اهو، خلاص الغرزة داخلة وجميلة مفيهاش اي مشكلة. بدخل بقى تحت الحلقة دي اللي هي الصغيرة اللي جوه دي، في حلقتين صغيرين اهو شايفين، ادي واحدة بتاعت ظهر الغرزة من ورا، وادي التانية اهي. بدخل تحت الاتنين عشان اسحب الخيط بتاعي لحد منطقة كويسة جوه، ما يكونش باين لي من فوق كده. انا كده كده هقصه طبعا، بس عايزاه يكون متداري بطريقة صح. خلاص بصوا كده اهو، اهو المنظر اهو مفهوش اي حاجة خالص. تمام، خلاص بمشي بس حتة صغيرة كده بين الغرز، غرزتين بس كده، مجرد ان انا ايه الخيط بتاعي يكون مشدود ومفهوش مشكلة، متداري بطريقة صح اهو. تمام كده، وبسحب الخيط. خلاص هي الابرة اتشالت اصلا اهي. تمام، مفيش اي حاجة باينة من جوه، مجرد ان انا هفصل بس الخيط بتاعي اهي. تمام كده، يا رب تكون واضحة ليكو. اتبقت اهي حتة خيط صغيرة زي ما انتوا شايفينها، الجزء اللي اتبقى دي صغيرة خالص، ممكن طبعا نعمل بيه فيونكة للبوكس ده زي ما انا قلتلكوا قبل كده. فيونكة سهلة ولذيذة جدا من نفس الخيط، او حتى من لون تاني يكون سادة اهو. الابرة بتاعت التنظيف بتاعتي تمام، بلضمها كده وباجي على المنطقة اللي انا هعمل فيها الفيونكة، وبدخل اي بختار غرزة وسط كده تمام اهي، وبدخل تحت الغرزة نفسها بابرة التنظيف والخيط فيها، الجزء الصغير اللي هو اتبقى ده. طبعا ده من باب ان انا استفيد باي حاجة اتبقت معايا اهو. خلاص كده، وبرجع تاني من نفس المكان اهو. تمام، ده اول جزء للفيونكة، ومعايا لسه الخيط والابرة موجودين اهو، ابرة التنظيف، وبرجع تاني من نفس المكان اهو. تمام كده اهو، خلاص بحاول ان انا اشد الخيط بتاعي كويس بطريقة صح. خلاص اهو، خلاص شلت الابرة وبقت معايا فيونكة لذيذة بسيطة جدا اهي، من حتة قماش اتبقت من ال الخيط اللي انا قصيته، بحيث ان انا اقدر استفيد باي حاجة معايا ومرميش اي خيط اتبقى من البوكس اهي. خلاص مفيش اي خيوط اتبقت خالص، الفيونكة اهي. حابة تعمليها طبعا من لون تاني، او حابة من نفس اللون زي ما انت شايفاها، مفيش اي مشكلة. تمام كده اهي، ومعايا كمان الورد ده انا كنت شارياه، ده ورد كده فوم، طبعا كلنا عارفينه او اغلب اللي بيشتغلوا هاند ميد عارفين الحاجات دي، لان بيزينوا بيها الشغل بتاعهم، او بيبقى فيه سلك من ورا كده. انا بشتريهم مجموعة كده ال 12 وردة تقريبا بخمسة جنيه او بتلاتة ونص، مش فاكرة والله، بس يعني انا بشتري كده، وفي منه كل الالوان. ده فوم، مجرد ان انت بس بتزيني بيه البوكس، هو ليه طرف اهو او سن كده، مجرد ان انت بتدخليه، او حابه كمان تثبتيه بلزقه او بمسدس الشمع مفيش مشكله خالص. هو كله بيكون فيه جزء كده بيتني، يعني مش عارفه ده سلك تقريبا اهو، بتدخليه بس بين الغرز لانه رفيع خالص، بيدخل طبعا بسهوله مفيهوش مشاكل اهو اهو.
التالتة اهي لون تاني. دول دي الالوان اللي موجودة عندي، طبعا ما عنديش الوان تانية اهي، ممكن نزين كده بالشكل ده. ان شاء الله البوكس يكون عجبكم وتكون الطريقة سهلة ولذيذة بالنسبة لكم، ما فيهاش اي صعوبة. هستنى رأيكم في الكومنتات، وكمان اللي عجبوا الفيديو يدوس لايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة يدوس على كلمة اشتراك او سبسكرايب الموجودة تحت الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.